يقول أحسن الله إليكم: نرى كثيرا من الناس يزيدون في الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، وخصوصا ليلة 27، يجتهدون فيها أكثر من غيرها، يقولون لأنها الأقرب بأن تكون ليلة القدر بحسب كلامهم، فما حكم ذلك؟ وهل وردت أدلة صحيحة تدل على ليال معينة بأنها أقرب وأحرى بأن تكون ليلة القدر؟ الحمد لله، لا بأس على الناس بذلك تطبيقا للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وذلك لتحري ليلة القدر. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط يطلب ليلة القدر، ثم أطلع رأسه فقال: من كان اعتكف معي فليعتكف معي العشر الأواخر، فإني أريت هذه الليلة وإني أنسيتها، ولقد رأيتني أسجد على ماء وطين في صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوا العشر الأواخر، التمسوا ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا هذه الليلة، يعني ليلة القدر، في تاسعة تبقى أو سابعة تبقى أو خامسة تبقى. وكذلك الأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. فليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وآكد لياليها أن تكون في 27، ولكنها متنقلة في غيرها من الليالي. فعلى الإنسان أن يجتهد من حين دخول العشر اجتهادا زائدا على اجتهاده في العشرين الأولى، اتباعا للسنة وتحريا لهذه الليلة، والله أعلم.